بهمسي بلمسي والضياع الخبري. شوي 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 كتير غني لا غني بهمسي بلمسي والضياع الخبري. كتفي على كتفك نمشي على الهدف تغمرني وأتلبك وما خبر حدا. كتفي على كتفك نمشي على الهدف تغمرني وأتلبك وما خبر حدا. والغمرة تحرقني وبنظرة تسرقني شوي كتير شوي شوي وناري ما تطفيها مي. والغمرة تحرقني وبنظرة تسرقني شوي كتير شوي شوي وناري ما تطفيها مي. شوي كتير شوي شوي والأمل يضيع ويشت الربيع وتموت الغنية. دبلت ورداتي وبردان الندى سمعني نهداتي بعيونك صدى. وبغمرة رجعني وبغمرة وجعني شوي كتير شوي شوي وردي وتحت ريب الخي. شوي كتير شوي شوي والأمل يضيع ويشت الربيع وتموت الغنية. خايفة عليه؟ كتير خايفة عليه كتير. إذا بيلقطوه على الحدود وبيقتلوه. ما تخافي، وائل قرد بعشرين روح. تامر، انت بقيت بتعمل في كل حاجة، حتى المرضى بتوعك بقيت بتسيبهم وبتسافر. انا بقيت حاسة ان انا عايشة هنا لوحدي. حتى عشان خاطر باش تزودي او تكبري الموضوع، انا بسافر كتير اليومين دول وبسيب شغلي وعيادتي عشان الظروف كده. الظروف زي السفت. رئيس رئيس. صوفيا ناجي بلا شك مرعوب. حالة حالة صغيرة. شو بها؟ لا ايوه ميتي مرات الخيمة. خلصوني بنتي من هون. جحيم تفضلوا شوفوا شو بدكم تعملوا لها. صار لها يومين نطرتكم. شو فاكرين انتو يعني قديش فيها تنطر؟ هيدي طفلة جسمها صغير ما عادش بدها تتحمل تنطر انسانيتكم اكثر من هيك. بدي البنت عشان اكشف. ما بدي. لشو بدك تكشف عليها؟ كرمال شو؟ ما خلص راحت. روح مبلا اختي الصغيرة ماتت. ما فيني اتطلع فيها ولا اشوفها عم ترقص لي وتضحك لي. لسا لسا نسيها لسا حكي نشوف كيف زهري. يا رب ما زهري من شوي صارت تتبلش. شو بها نسيها زهري. شو صار لها يا رب؟ انت اللي عطيت خبر للي سارة. الحمد لله اجوا بسرعة على قد وصلوا. حضرتكم بنقبل الوزارة. نحن منظمة اطباء حول العالم. اتصلت فينا الوزارة امبارح بالليل. يعني نحن شخصيا متطوعين لحتى نقدم المساعدة للناس. سارة قولا الناس اللي ما حدا بيتطلع فيها. يلا ساعدونا تفضلوا خلصونا.
وين الكاميرات؟ مش جايبين معكم كاميرات؟ ما بدكم تتصوروا انتوا عم تساعدونا وتحطوها على المحطات. هاتي البنت اكشف عليها فين؟ تفضل حكي تفضل. شو يا جماعه؟ نحن لازم نشوف الاطفال كلهم مصاب وغير مصاب. يا حكيم كل الاولاد معهم حراره وفي اولاد عم يموتوا. بدكم تساعدونا الله بيخليكم. لازم نقعد كلنا بنفس المطرح وتجيبوا لنا الاولاد واحد واحد حتى نفحصهم. وين فينا نقعد؟ على راس المطرح موجود. ابو طنجه لحالي بكراسي وطاولات وحرمات. يلا يا حكيم. يا حكيم يا حكيم طمنا يا حكيم. خيلك يا حكيم. بيف حياتكم. يا ويلي. فين الولد؟ لازم اكشف عليه دلوقتي حالا. جوا. خيلك يا حكيم خلصنا ابني. بوس ايدك. لو سمحت انا عايز اقول عشان محتاج اعرف اللي بيحصل. قومي قومي يا هني قومي. بدي اشوف ابني. قومي تعالي تعالي تعالي. قومي تعالي تعالي. عايزك تقول لي بالظبط انت حاسس بالوجع فين. ماشي؟ انت ليش هيك بتحكي؟ انا عايزك تجاوب على كل اسئلتي. يا ربي ليش هالسالفه؟ حكيم عم يسالك وين عم يوجعك؟ بدك تجاوبه على المضبوط ليعرف يساعدك. اه يا ماتت يا سمرا. اه يا ماتت. هلا فكر بحالك حبيبي وساعده ليقدر يشفيك. ما بدي موت ما بدي موت. تخافش ما تخافش ان شاء الله مش هيحصل كده. انا معايا هنا كل الادويه اللي انت عايزها. طب ليه ما جيت قبل ما تموت؟ ايا احنا اول ما عرفنا ان في اطفال تعبان سيبنا كل حاجه وجينا على طول. بس عشان احنا جايين من مكان بعيد فتاخرنا شويه. بس انت كويس خلاص وانا معاك اهو. يلا بقى يا بطل قولي حاسس بوجع هنا؟ لا. طيب هنا؟ اخ اخ معايا الكيك اللي بتحبيه. شويه حاجات حلوه قلت اعدي عليكي اشرب معاكي شاي ونفطر سوا. وحشتيني يا قلبي. وانت كمان قوي يا طنط. وانكل عمر عامل ايه؟ كالعاده من اوضه عمليات لاوضه عمليات. يا بنتي اللي بتتجوز دكتور لازم تعمل حسابها انها هتعيش وحيده. ما انت عارفه ومجربه. عارفه. اهلا اهلا. ازيك يا سمسم؟ ايه يا بنتي مالك خاسه قوي كده ليه؟ صبري انا رايح احضر الارض. طب مني حكيم عرامي شو؟ طبعا انت عارف ان الحاله صعبه وانا محتاج اعمل تحليل عشان اعرف السبب في اللي بيحصل وايه نوع الفيروس ده بالظبط. زي ما انت شايف مفيش هنا امكانيات. بس بخبرتي اقدر اقول لك ان الفيروس ده اتنقل الاولاد عن طريق ميه الشرب واكيد بسبب الصرف الصحي. وعشان كده حالات الوفاه بتكون اكتر عند الاطفال والكبار في السن لان مناعتهم ضعيفه واجسامهم ما بتستحملش الفيروس. تعالي هلا شو راح يصير يا حكيم؟ انا هديله شويه مضادات حيويه ومطهرات ومقويات وان شاء الله يكون احسن ونقدر نلحق اطفال كلهم كمان. بس انا عايزك تقول لنا اتفضل لازم يخرج من هنا باسرع وقت. انا ما ينفعش اشوف اخته وهي بتتكفى. ده هيخوفه وحالته النفسيه هتاخر عليه. انا راح اخده لعندي على البيت. يلا رامي حبيبي قوم باخدك لعندي ونقل حكيم بعلق لك ومصل وبيهتم فيك. ماشي؟ كثير تعبان مش قادر امشي. ما فيك تمشي ابدا؟ طيب يلا بحملك على ظهري. يلا استاذ انتوا لازم تمنعوا الشرب من المكان اللي بتشربوا منه على الاقل لغايه لما يتم فحص المايه وتكريرها. ممكن تشربوا مايه معدنيه او تلعبوا مايه من مكان تاني بس ده مهم جدا جدا. مين بده يكرر المي حكي؟ أكيد أنت عم تحلم. نحن مش جماعة مي معدنية. بزيادة علينا مية مجرير، هيك الناس بيشوفونا مش أكتر.
طبعا الموضوع لازم يتحل في اسرع وقت، ولا لا قدر الله ممكن تفقد كل الاطفال. بس ما تقلقش انا هتصرف. يلا بينا. رامي يا رامي موجوع حبيبي تبرني، بس بعرف انك صاير كتير تقيل صرت شب. روبا سكروا يا جماعة بالدور، الكل راح يفوت. خلي يفحصوا ابني هايل. والله جيبي ابنك هاي الله يفحصوه. وين ابني هايل؟ اطلعي انطريه برا بس يجيب يفحصوا. ليش؟ يلا روحي يا شباب، روحي روحي. يا جماعة يا جماعة هاي اللي راح يفوت. اسعد مريضة كثير راح تموت. ما يفوت ما تفوت ان شاء الله. اسمك ايه يا حلوة؟ نادين. نادين سلامتك يا نادين. افتحي بقك كده كمان. شو طلع معهم دكتورة؟ هيبقوا كويسين ان شاء الله. انت مصرية؟ اه. انا اسمي سحر، عروس امبارح اتجوزت. مبروك. خلاص بقى مش عايزك تخاف، ان شاء الله هتخف وترجع احسن من الاول كمان. انت ليش تحكي هيك مثل الفيلم المصري بنشوفه على التلفزيون؟ عشان انا مصري لب الطياره عليك على طول. انت ليش جيت لهون؟ مش هساعدك انت والولاد اللي زيك. طب ليش ما جيت امبارح؟ لو جيت امبارح اختي ايامك يعني. معلش بعد اذنك ممكن توصليني عند الدكاتره عشان مش عارف مكانها. اكيد رجعت لك ما تتشيطن. طب مين بعتك لهون؟ ضميري وانسانيتي. معلش جاوبني بوضوح اكثر لانه انا هالحكي ما بيأثر فيا. ضمير وانسانيه ومدري شو، لمين كل هالادويه؟ شو بتستفيدوا من كل يلي عم تعملوه؟ اسمعي يا نسا، أنا جيت هنا عشان إنسانيتي وبس. سبت مصر وعيادتي وأهلي ومراتي والدنيا كلها عشان أجي على لبنان وأساعد الأطفال والناس اللي مش لاقيين حد يساعدهم. ومش بس لبنان، لبنان وفي كل حتة. وعلى فكرة أنا وزمايلي جايين على حسابنا، وكل الأدوية اللي أنت شايفاها دي برضو على حسابنا، وبنعملش ده عشان مقابل، بس على الأقل عايزين نشوف الناس اللي إحنا بنساعدهم مبسوطين بوجودنا. أنا عارف إنك زعلان على أختك، وهي دي الحاجة الوحيدة اللي مخلياني مستحمل كلامك وطريقتك الجافة دي من ساعة ما وصلنا. أنا عرفت مكان الخيمة خلاص. شكرا. وبقول لك إيه؟ اعملي اللي أنت عايزاه. تروحي تقعدي جنب أخوكي، تروحي تودعي أختك، اعملي اللي أنت عايزاه. بلاش الطاقة السلبية اللي عندك دي عشان أنا أصلا متضايق. عندي 100,000 مشكلة هنا مش عارف حلها، ولا عندي أجهزة ولا عندي تحاليل ولا عندي أي حاجة، عمال أخمن. حبيبي يا تامر طول الوقت بيقول يا مامي انا مش قادره اتخيل ان ممكن يكون في طفل في الدنيا دي مريض ومحتاجني وانا واقف مكاني ما بتصرفش. الحقيقه الاحداث اللي حاصله في الوطن العربي دي مؤثره عليه، مؤثره علينا كلنا. عارفه يا مي انا بحسده. اه والله بحسده وبحسد اي حد يقدر يساعد الناس دي. يا ريتني اقدر اعمل اي حاجه اساعدهم بيها. اكيد يا طنط كلنا نفسنا نساعدهم، بس انا بحس ان الموضوع صعب شويه والوصول ليهم كمان مستحيل. حتى لو مش صعب هنعمل ايه؟
انا شايف ان الدكاتره بس هما اللي ممكن يعملوا حاجه في الموضوع ده. عندك حق طبعا يا سامي، عشان كده تامر يا حبيبي بيسيب كل حاجه هنا في مصر ويسافر عشان يلف عليهم يعالجهم. المريض بيبقى محتاج حد يعالجه، مش حد يقول له قصيده شعر. حبيبي ربنا يديك على قد نيتك انت وكل اللي زيك يا رب. زيت بشي؟ خفيفة. أقول إيه؟ قولي اللي أنت عايزة تقوليه. والله أنا ما بزعلش منك خالص. ممكن يكون تامر بيزعل شوية بس عشان هو بيخاف على مشاعره، بس أنا ما بتضايقش والله. أنت ما بتضايقيش عشان عارفة أنا بحبك قد إيه. حبيبتي أنا لما بتدخل أو بحاول أساعد ده لأني بحبك زي ما بحب تامر بالظبط. أنتوا الاتنين ولادي. ما هي أنت بنتي اللي أنا ما خلفتهاش. قولي يا طنط والله العظيم ما هزعل. فاكرة ميرفت مرات سامر ابن صفية صاحبتي؟ لا. صفية اللي انا سافرت معاها السنة اللي فاتت روما. لا مش فاكرة قوي بس مالها. صفية كلمتني في التليفون قالت لي ان ميرفت عندها اخت بقالها 10 سنين متجوزة وما خلفتش. خدتها وديتها عند دكتور شاطر قوي في اسكندرية. بعد ما مشيت على العلاج بتاعه ما شاء الله دلوقتي عندها بنوتة زي القمر. ايه رأيك؟ اخدك انت وسامية ونطلع اسكندرية ونروح نشوف الدكتور ده قبل ما تعمل يرجع من السفر. بكده مش هيعرف اي حاجه، وحتى لو اتصل في التليفون يبقى نقوله ان احنا رايحين نغير جو ما فيهاش حاجه. قلت ايه؟ العزومه على حسابي واختاروا الاوتيل اللي يعجبكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله طول عمرك. الله يطول عمرك. عمي لازم نفك العزا الليلة، نعمل 10 دكاترة. هودي جماعة تعبوا معنا كتير، لازم نعملهم وليمة. شد حالك. سمير شباب روح حضروا لي خيمة الاجتماع، بدنا نعمل فيها 10 دكاترة. ماشي. عظم الله وجهكم. شكرا الله. عمي انت رح تكون معنا الليلة. بقى الجلادة شي يا عمي. بنتي بعدها ميتة. ما إلي جلادي أحكي. لك يا عمي يا عمي لو ما يجوا هالحكم وينزلوا من السما كان ابنك كمان مات. شو قصدك ما أنت رب الوجبات؟ بعدين الجماعة ما صار لهم يوم هون، الأولاد كلهم صحوا. حتى الحكيم اللبناني طلب مي معدنية للكل. شو بك؟ ما أنت كبيرنا وهودي لازم يتكرموا. قوم يلا شد لي حالك وحضر لي حالك قوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. توكل بالله أبو سمرة الله يرحمك. قوم. قوم يلا قوم. لا إله إلا الله. قوم يلا شد حالك قوم. ما رح نقدر نكفي على المخيمات، راحت كل الأدوية والمعدات اللي كانت معنا. طبعا ما رح نقدر نكفي. شو رح نستعرض طولنا قدام اللاجئين؟ ما ضل معنا شيء. أساسا ماني فهمان دول العالم كيف عايشين. يا رجل أضرب من اللاجئين تبعاتنا. أنا قعدت وعطشت ومش قادر أستحمل أكثر من كده. خلاص كلها 5 دقايق وهناكل. الريس سيف عامل عزومة على شرفنا. ريس ها؟ أنا مش فاهم ريس على مين ده، على نفسه؟ يا أخي أنا مش مصدق اللي بيحصل هنا. حالة مش طبيعية. ناس موجودة ومش موجودة. ولا انتماء ولا هوية ولا حتى حقوق. مجتمع بحد ذاته وسط الناس ومحدش شايفه أصلاً. واقع خيالي. يعني إحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ نرجع على بيروت نجيب الأدوية ولا هنعمل إيه؟ أنتوا تنزلوا بيروت تجيبوا المعدات والأدوية وأنا هستنى هنا. الناس دي لو فضلت تشرب من المية دي ممكن تموت، فلازم أحل مشكلة المية. دكتورة دكتورة ممكن أحكي معاك على الجراد؟
طبعا تعالي. شكرا بعدي. طب انا هروح اتمشى شويه كده وكلم مي كمان، مش طول النهار. تامر انتبه، هو في زعران كتير؟ لا شبيسو، ادي عم اطباق حول العالم، بقيت واحد منهم خلاص. قولي ما تخافيش، في ايه؟ انا كنت مجوزه قبل، وجوزي قوصوه ترك ومات، كان لي 10 ايام مجوزه، وهلا اتجوزت من حدا تاني اسمه احمد. قلتي لي الصبح مبروك. كان لي 3 اشهر بظهر معه لاحمد، وكان عم بيقرب مني لانه يابا بيخاف علي، هو عرفنا يعني انه ارمل، يعني مش ناطرته. فكملي. قبل العرس بليله جرب وما قدر، امبارح ليله العرس جرب وما قدر، قال زعلان على الاولاد اللي ماتوا. شو هالقصه هيدي؟ جرب وما قدرش، انا اعمل ايه؟ ما يكون مش رجال، فيهم دكاتره يفحصوا ليشوفوا اذا رجال ولا لا. خلينا نكون على نور من اول طريق، ما زال انتوا هون خدموني هالخدمه، مش ناقصنا ضربات بحياتي، بس مش رح يطلع من امره شي يخليه حل عني، بدي شي كم ولد يعبوا لي حياتي. طيب اوكي، انا خليهم يفحصوا، بس انت بس وانت معديه شاورينا عليه عشان نعرف ندعها. سؤال يعرف ان قلت لكم هالشي بيذبحني. احمد بتشوفيه هيك رايق يعني ومجدود، بس لما بيجن بصير مجري. فهمت كيف يعني دكتوره؟ ما تخافيش، ما حدش هيقول له حاجه. كتر خيرك. جربوا معلش. شو؟ جربوا معلش. زوجة؟ شو قلتي له؟ زراعي بزرع نبتة لأختي آية، كل ما حدا بيموت بزرع له نبتة، هيك بحس إنه روحه بعدها معي، بس اشتاق له بحكي معه، هالشي كتير بخفف عني الزعل، كل يوم بحس إيون لحد ما تكبر وتصير صبية حلوة. تعمل معك شيء، سامحيني لأني ما قدرت أحميك، بس أنا بحبك كتير كتير، أنا بعتذر، حدا عم يحطك على طول ما رح أنساك بحياتي. سامحيني، أنت لازم تقوي، أخوكي محتاجك هو اللي زيه، أخوكي لسه في خاطر. خيي كمان بده يموت؟ لا، ان شاء الله يبقى كويس، انا قدرت انقذه دلوقتي، بس لو فضل يشرب من المايه دي هيتعب تاني. انا بجد مستغرب من الدوزيره دي، من العيشه دي، ليه ما بتطلبوش الدوله ان هي تامن لكم حياه كبشر حقيقيين؟ اي دوله؟ احنا بالنسبه للدوله مش موجودين، احنا ما خلقنا اصلا، بنموت بنعيش اخر همهم. لكن امبارح تلفنا لحكيم بيطر اللي يجي يشوف الاولاد، ما اجا، قال عنده مناسبه خاصه. كحيوانات مش عم نقدر نكون، معنك بتقلي دولي؟ سمر بلاش تقولي الكلام ده، انت مش شايفه ان كلامك قاسي شويه؟ لا مش قاسي، حياتنا هي اللي قاسي، انا تعبت كتير من هالحياه، تعبت منه وبحبه، ويا ريتني ما بحبه كنت قتلت حالي وارتحت. طب يلا يلا تعالي نقوم ناكل، بلاش تقعد هنا لوحدك. ما بدي اكل، بدي ضلني مع اختي، تأمرني بتخاف من العتمة.
تامر وين؟ راح تلفن لمرته وما شفناه. يا اهلا يا اهلا بالدكاتره، حللتم اهلا ووطأتم سهلا، تفضلوا. حدا شاف دكتور تامر؟ راح تلفن لمرته واختفى. لا والله ما شفناه، بس ما تعطى الهم للشباب بفتشوا عليه. تفضلوا، كل العالم جوا موجودين، حتى اهل الاولاد اللي ماتوا ناطرينكم. تفضلوا يا هلا. تفضل تفضل يا ست رشا. يا هلا. ايه ده؟ انت بتعيطي؟ لا لا بعيط. 100 مرة قلت لك طالما بتضايقي من كلامها كده ما تسمعيهوش. انا مش فاهمة، هو انت غاوية عذاب ولا انت بتخافي منها ولا بتخافي من جوزك ولا ايه بالظبط؟ انا بعيط عشان زعلانة من طنط هالة. بالعكس انا عارفة ان هي بتحبني وانا كمان بحبها، بس تامر بقى متغير طول الوقت، بقى قاعد لوحده ساكت، مش فاهمة بقى هو زهقان ولا قلقان ولا في ايه. طنط هالة بقى وأمك العمر اللي هيموتوا ويشوفوا أحفاده، تامر ابنهم الوحيد، مش فاهمة ازاي أنا هسرق منهم حقهم في ده. وانتي المفروض تعملي حاجة وما عملتيهاش، بل دكاترة كلهم قالوا لك انك زي الفل وما عندكيش مشكلة لا انتي ولا جوزك. الموضوع كله شوية وقت، وانتي دلوقتي بتحاولي وبتصبري، بس لازم تعيشي في هدوء، لازم تكوني ريلاكس. الاسترس اللي انتي بتعمليه ده مش هيساعدك على الحمل، مش ده كلام الدكاترة اللي انتي روحت لهم؟ هنسافر معاها اسكندرية يا سما. لا روحي انتي، انا مش عايزة اروح. يعني هتسيبيني لوحدي؟ انا تعبت من كتر ما بشوفك بتتعذبي كده بجد يا مي، الموضوع بدأ يقفر عن حده. وبعدين ما انتي روحتي لتلات اربع دكاترة مصر. وهروح للربع اللي باقي، لو هو ده اللي هيخليني ابقى حامل هروح للربع اللي باقي. انتي ليه مش حاسة بيا؟ ده دي الحاجة الوحيدة اللي انا بتمناها من الدنيا. خلاص والله العظيم عايزة من الدنيا اي حاجة تانية غير كده، عايزة احافظ على جوزي. انا هقوم حضر الشرطة. نحن باسم كل طفل، باسم كل واحد منا هون بهالمخيم، منحب نشكركم على مساعدتكم لنا، وبحب خبر كل الموجودين اني عرفت من الدكاترة انه كل الادوية اللي كانت معهم واللي صرفوه علينا هي من مصرياتهم الخاصة، فالله يكتر من امثالكم. الله يخلي لنا اياكم. شكرا. كل اللي عملناه ده ممكن يروح على الفاضي يا ريس سيف لو المايه فضلت ملوثه، وكل الاولاد اللي احنا عالجناهم ممكن يعيوا لو فضلوا يشربوا من المايه دي، ولا قدر الله ممكن يموتوا. انا عارف ان الوضع هنا صعب، وعارف ان الدوله مش معترفه بيكوا ولا حتى بتساعدكوا، عشان كده انا خدت قرار شخصي وانفذه على حسابي. انا هكرر المايه اللي انتوا بتشربوا منها، واشرف على المشروع ده لغايه لما يخلص. أنا بعمل كده عشان معترف إن الناس اللي هنا هي ناس، حتى لو من غير هوية ولا انتماء. كتر خيرك يا حكيم، شاء الله عليك. كتر خيرك. الله يديمك. تفضلوا تفضلوا نتعشيهم. تفضلوا يا جماعة. تفضلوا. الله يديمكم. أهلا وسهلا فيكم. حبيبي وحشتني، وحشتني قوي قوي قوي. الله، في ايه يا هالة؟ ابدا ما فيش حاجه. الاستقبال ده ورا ايه؟ ولا ان ولا حاجه، انا بس حبيت اقول لك ان انا بكره ان شاء الله طالعه اسكندريه، هقعد يومين اتنين واخد مية واختها معي، بس اهم حاجه بقى تامر ما يعرفش. هالة واخده مية ورايحه فين؟ مية عندها واحدة صاحبتها عارفة بروفيسور شاطر قوي في علاج العقم، لما تابعت معاه ما شاء الله دلوقتي عندها بنوتة زي القمر. والله انت عارفة مش هترجع عن اللي في دماغك ده إلا ما تتخانق مع تامر. يا عمر حرام عليك، أنا عايشة في واحدة رهيبة ما حدش حاسس بيا، بعدين تامر ده ابني الوحيد، يعني من حقي إن أنا أحاول. أنا محتاجة الطفل ده، محتاجة يبقى عندي حفيد يملى عليا حياتي. ولعلمك بقى يا عمر أنا مش هبطل أحاول لغاية لما ربنا يرزق مية بطفل. غير هدومك بقى على بال ما احضر لك العشاء. ما فهمت عليك، شو بتقصد خي؟ بقصد انه هول عطوبة الأربعة ثروة كبيرة لنا، ما لازم نفرط فيها بسهولة. بعد ما فهمت. يعني لازم نستفيد منهم قد ما فينا. طبعا ما بنستفيد. غير هيك سيف. كيف غير هيك يعني خي؟
يعني 250 ألف فدية بكل واحد بمالينا أنا وياك. فكر. اسمعي لقلك وليه؟ أنت شكلك ما رح تفهم. إذا حدا من هودي الأربعة بيسيبوا شي بدي يقتلك بإيدي، ومش رح أعطوا حدا تاني يقتلك، عم تفهم؟ حطيتوا الخيك من لحمك ودمك يا ريس. لك تفوق هيك خي وهيك لحم وهيك دم. لك وليه؟ نحن صفوتنا حمراء اليومين. تركوا الجيش والدولة والدنيا كلها حاطة عين علينا، وثلاث أرباع المشاكل بسببك أنت. اوعي يقول لك على تعمل مشاكل وتتخبى وراي. هالمرة مش بس رح سلمك، رح قتلك بإيدي. عم تفهم؟ لا مش عم افهم. لا بتحكي معي بهالطريقة سيف. أنا ماني ولد محلاني لما بتحكي معي. مرحبا ريس. خير نجم. بعتتني سمرة تأسألك إذا بدكم تعملوا حفلة موسيقى ورقص وشاي للدكاترة. إيه الشباب عم بيحضروا. ليش عم تسأل؟ بدها ترقص لهم تتشكرهم. عال عبد الله مكبر عقلة سمرة هالمرة. روح اسمعني ليها. يلا افتكروا الشاي ده معمول من ايه؟ من ميه المجارير؟ لا لا، الميه المعدنيه اللي طلبتها وصلت وتوزعت على الكل. طلبت بعد لك كانت انحلت القصه. اشربي ما تعتلي هون. يا حرام، يوم بدك تنامي بلا حمام؟ شو حتساوي بكره الصبح؟ شو بدك تطبخي برفان على الوسخ والقلعطه؟ بتعرف انا ما بحبش الظرف الموضوع ده. يا حبيبي تطلع ريحتك بكره سخيف. يا دكاتره، صحيح نحن حادين وفاقدين اربع اولاد بليله وحده، بس هالشي ما بيمنع انه نتخطى احزاننا ونسهركم سهره حلوه. ان شاء الله بتكونوا مبسوطين معنا وفينا مثل ما نحن مبسوطين فيكم ومعكم. سمره يلي ما بترقص وين ما كان ولا اي ساعه اللي كان، رح ترقص لكم الليله تشكركم. ان شاء الله بتنبسطوا. مثل الكورق. سمرة، منك مجبورة ترقص وانت هالقد زعلانة؟ بلا مجبورة، بدنا نتشكرن نحتفل فيهن قبل ما يفلوا. عملولن عشاء، هلأ بيعملولن سهرة مع دق وموسيقى. خلي ريم ترقص، انت تعبان كتير وبعدك بلا أكل، إذا رقصتي يمكن تدوخي. بدي اتشكرن خالتي، بدي فرجيهن إني ممنونة إلهم. عدة مرات إجا ناس لعنا وساعدونا، ليه هالمرة محمسة هالقد؟ لأنه هيدي أول مرة بحس إنه في حدا عم يعاملنا كبشر، عم يعتبرونا ناس. أول مرة.